العلاج جواك. شباب مصر، عماد الأمة، قادة المجتمع نحو التقدم والتطور، نبض الحياة في عروق الوطن، وأداء فعالة للبناء والتنمية. عشان كده شباب مصر ما تأخرش أنه يكون في أوائل الصفوف مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال المشاركة بالتبرع ببلازما الدم في جميع مراكز تجميع البلازما على مستوى محافظات الجمهورية. المشروع القومي لتجميع البلازما قائم على وجود متبرع دائم. متبرع دائم بيجي المركز كل أسبوعين علشان يتبرع بالبلازما. هو عملية التبرع بالبلازما تعتبر زيها زي عملية التبرع بالدم، بس بالعكس، إن يعني التبرع بالبلازما ما بناخدش أي حاجة من المريض غير بلازما، وبنرجع له الدم تاني. أنا أول ما جيت هنا قابلت فريق تواصل مجتمعي، وهم اللي عرفوني أهمية التبرع بالبلازما، ان احنا نقدر نوفر لهم الدواء في كل وقت من غير ما نحتاج يبقى عندنا استيراد للادويه. بدانا ان احنا نملى فيه استبيان، كان موجود استبيان ورقي هناك، بدانا ان احنا نملاه. التسجيل كان سهل جدا يعني في ثواني، وكان في دكتور معانا وبيساعدنا تسجل ازاي وخطوات التسجيل. الهدف منها ان احنا نضمن سلامه المتبرع اثناء وبعد التبرع، وسلامه كمان البلازما اللي هو هيتبرع بيها. بدانا بمرحله التسجيل، ثم عملية الكشف، ثم عملية التحليل، ثم عملية التبرع. ما يكونش فيه أي أمراض مزمنة، قلب، كبد، كلى، يكون الصحة العامة كويسة، ما يكونش عامل أي تداخل جراحي أو أسنان قبل 6 شهور، قبل 3 شهور، ما يكونش متبرع بالدم، يكون آخر تبرع فترة 3 شهور. أنا شفت حالات كتير بتبقى محتاجة، وبتبقى حالتها صعبة جدا ومحتاجة حاجة زي كده ومش بتلاقي، فاحنا طبعا لازم نتشجع كلنا ونشارك فيه. موجودين النهارده بمختلف الفئات بتاعتنا، بنات وشباب، كلنا بنتبرع بالبلازما. انا جيت اتبرع وده تاني تبرع ليا. النهارده قابلنا برضو متبرع كان جاي للمره الثالثه عشان يتبرع. على طول بتبرع بالدم، ودي تاني مره اجي اتبرع هنا بالبلازما. الحقيقه المشروع يعني معمول باحدث اجهزه على مستوى العالم وباكبر التكاليف، معمول يعني مع ذلك يعني في بلاد كتير عندها امكانيات كبيره ما قدرتش تعمل المشروع ده، لان الاساس نجاح المشروع ده هو العامل البشري. ان احنا محتاجين نحافظ على المتبرع وانه يكون يعني شريك في المكان، مش مجرد واحد جاي يتبرع وخلاص، لا، هدفنا ان هو يبقى معانا منتظم كل 15 يوم. في برضه وسائل ترفيه، يعني الايباد، وعايز تتفرج على اي حاجه تشغل وقتك اللي انت قاعد فيه يعني، فعمليه سلسه خالص يعني. علشان الوقت بيقعد من حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع، مدينا تاب علشان نقدر لو واحد وراه شغل او واحد حب يتسلى بحاجه فيبقى موجود التاب معاه. المشروع القومي للتبرع بالبلازما ومصنع مشتقات الدم والبلازما يعني إنجاز عظيم وإنجاز تاريخي، يعني تقوم به وزارة الصحة بدعم من فخامة رئيس الجمهورية. والمشروع ده هيعمل نقلة كبيرة جدا في إن احنا بنستورد هذه الأدوية وهذه العلاجات من بره، من بره مصر، وبأسعار مكلفة جدا وباهظة جدا. لو قدرنا نحقق ده هنا في مصر هنوفر كميات المناسبة اللي المرضى محتاجينها من مشتقات البلازما، وده هيعمل نقلة صحية جدا في مجموعة كبيرة من المرضى يمكن احنا مش واخدين بالنا منهم، او المواطنين مش عارفين عنهم حاجة، بس هم بيعانوا من نقص مشتقات البلازما. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الشباب وعلى طرحهم مبادرات كتيرة جدا لينا. التبرع بالبلازما ما هوش صعب، انت بتنقذ حياة آلاف الناس. تعال وتفضل واعلم جيدا ان صحتك علاجك جواك. ده مشروع قومي، والمشروع القومي عشان ننجحه لازم نقف فيه كلنا عشان خاطر بلدنا. برع بالبلازما عشان خاطر يعني هي سبب الحياه في كل حاجه. لو انت مش محتاج في غيرك محتاج، يعني في امس الحاجه التبرع بتاعك. مبسوط ان انا بشارك في حاجه زي كده، انا هستفيد ان انا قص حياه مريض. محتاجين يكون العلاج بتاعنا من عندنا من جوانا،
بقول لكل الناس يا ريت تيجي تتبرع بالبلازما. تحيا مصر. العلاج جواك. المشروع القومي للتبرع بالبلازما، مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. الموقع الإلكتروني plasma.mohb.gov.eg. الخط الساخن 15 335.